يقدر قادر، علاش ما يقدرش؟ خصو يمشي دابا الدومين فينال ان شاء الله ويكون لعب اخر خطه اخرى، وحنا مدين على داك الشيء. الدومين فينال كنسدوا الكاس ان شاء الله، كندخلوا عندنا ان شاء الله الكاس. كاين الدراري دابا تبارك الله عليهم كلشي في اللياقه ديالهم البدنيه مزيان، كلهم هاد الساعه بدا كلهم مزيان. سمعتي دابا الوداد اي واحد دخلتي دابا كيلعب البوز ديالو الحمد لله، وكيدوز داك الشيء بخير وعلى خير. وديما وداد نتمنوا لهم الخير ان شاء الله، وديما الحمراء ان شاء الله بجوج. ما كاين الوداد عنده فريق كبير قادر ان شاء الله، نتمنوا ندوزوا هذا الدور ان شاء الله بحول الله، ونتمنوا الدور يا اهلي يا صندوز ان شاء الله بحول الله سواء تخطوا المقابله النهائيه اللي كل مقابله وعندها الدرس ديالها وعندها التاريخ ديالها وعندها اللعب ديالها ان شاء الله بحول الله. وتنتمنى فريق الوداد البيضاء واحد السعيد في وجهو كما قلت لك بالنسبه لفريق النهضه البركانيه ولا الحسن الاكادي، تنتمنى من الله واحد فيهم توج باللقب الاتحاد الافريقي، وتكون فرحه فرحتين بالنسبه للوداد البيضاء وبالنسبه لفريق الاتحاد النهضه البركانيه ولا الحسن الاكادي، واحد السعيد لجميع الفرق الوطنيه واحد السعيد لجميع الفرق المشاركه في عصبه ابطال الاتحاد الافريقي، وشكرا لكم انتم ان شاء الله بحول الله. جميع امكانيات عند الوداد كاين هذا العام، لا امكانيات ماليه ولا يعني بدنيه، كاين السيد مناف اللي كيقوم بعمل كبير، ومن المنبر كبير نشكر الاخ مناف انه كيقوم بواحد العمل كبير ديال اللياقه البدنيه. حاليا كما قلت اللياقه البدنيه عند اللاعبين الوداد كلها مرتفعه، المهم كيقوم واحد الواجب كبير. وبالنسبه هذا العام الوداد ان شاء الله تحاول تنافس على العصبه وتحاول انها ديها، هي غير 100% انها تصل فينال، ولكن نقول لك بالنسبه للبطوله حتى هي راه وداديه، العصبه دعم وداديه هي البطوله ان شاء الله، وسير نتمناو يكون خير ان شاء الله من قدام. وكبير نقول اخ الناصيري انه يحاول انه يدير واحد العقد طويل مع البنزرتي، انه مدرب كبير عنده تعبير في ادغال افريقيه. وبهذه التركيبه البشريه وبهذا الجمهور الكبير اخويا اللي ما شاء الله عليه ما نكذبش عليك، قادر الوداد البيضاوي على انه يحقق تشامبيونز ليغ افريقيا ان شاء الله، ولما لا بزاف الالقاب ان شاء الله. هيا نقدروا نقولوا باللي البطوله الحمد لله تحسمات، مع كاينين فروق اللي كيغوتوا عليها بزاف، كيقول لك البطوله باقا، البطوله الحمد لله تحسمات، تشامبيونز ليغ راه ما بقى لها والو ان شاء الله، وتنطلبوا من الله يدير اللي فيها الخير. وديما وداد كنظن بانه قادر، عندنا تشكيله مزيانه وعندنا دراري تبارك الله وعندنا مدرب مخضرم تبارك الله البنزرتي، كنظن بان الوداد غادي في المسار الصحيح ان شاء الله. حتى البطوله حتى هي كيظنوا بعض الوداديين بان البطوله وداديه، باقي كاين مي باقي كاين باقي القضيه قاصحه شويه. كنظن عنده تركيبه بشريه، حيت لا قلت كاينه وما داروش شي حاجه غادي نكونوا كنكذبوا، اللهم نقولوا كاين وما كاينش، كتخلي داك الشيء خير الامور اوسطها، فهمتي شنو بغيت نقول لك؟ اما الوداد راه كبيره على كل شيء، سواء باللقب سواء بلا لقب، الوداد ديما حنا وداد، حنا ديما كنشجعوا الوداد وحنا ديما مع الوداد. الله يحفظك.